السلام عليكم. هذه حالة سبيريك كيراتوسيس. لما نسمع كلمة سبيريك معناها ما لها علاقة بالتعرض لأشعة الشمس. فزي ما نشوفه قدامنا هذا النمو على الجلد، طبعا جهة عظمة الترقوة جهة رقبة المريضة، طبعا حجمها كبير جدا، يعني ما نذكرش أنا شفت نمو بالشكل هذا. الحاجة الكويسة إن النمو هذا مش سرطاني وما يتحولش إلى أورام سرطانية. الشيء الوحيد المزعج بالنسبة للمريض هو طبعا شكل النمو، يكون مزعج في العادة وبالذات لما يكون كبير بالشكل هذا. أحيانا يصير فيه نزيف، بالذات إذا كان المريض لابس مجوهرات ولا لابس حلق ولا خناق يعني حول الرقبة، مرات إنه هو يعلق فيه ويبدأ يسبب في ألم بالشكل هذا. بس نشوف الحجم بتاعه، حجم بتاعه في حدود 3 أو 4 سنتيمتر، يعني حجم كبير جدا. فالمريض عندها زي ما نشوفه العديد من النمو على الجلد، وفي واحد منهم شلناه وحنبعته للمعمل فقط باش تأكدوا من التشخيص. وطمنت المريضة، قلت لها انه هو مش ورم سرطاني وما يتحولش الى ورم سرطانية، ولكن فقط من الناحية التجميلية احيانا المريض او المريضة بالذات اذا كان هي مرأة احيانا تبي تشيلها فقط من الناحية التجميلية. فان شاء الله حنديروا لها موعد يجي الاسبوع الجاي ان شاء الله ونشيلوا هذا اللي بالذات هو الكبير في العلم. شكرا.